خلال 17/11/2020. شايفين طبعا احنا النهارده بنجني في اول طماطم طالعه من الطماطم دي مزروعه في 15/8 اللي فات. طبعا شايفين الانتاج ضعيف نسبيا، المساحات المزروعه قليله، ده السبب الرئيسي في ان الطماطم النهارده اسعارها عاليه جدا. وصل الكيلو ل 15 جنيه النهارده، بنبيع في الغيط الكيلو ب 10 جنيه، فده اسعار عاليه نسبيا. السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار قله المعروض من الطماطم نتيجه لقله الانتاجيه وقله المساحات المزروعه. النهارده انا بكلمكم من محافظه المنيا، يعتبر دلوقتي في بدايه الانتاج في العروه الشتوي، وان شاء الله في الايام القادمه يعني الانتاج يكتر شويه وتقل الاسعار نوعا ما. لكن نتمنى من وزاره الزراعه ومن المعنيين ياخدوا بالهم من الفتره دي في كل عام، ومن توفر التقاوي الجيده على اساس ان احنا يبقى فيه انتاج كتير وما يحصلش الازمه اللي احنا شايفينها النهارده. شكرا جزيلا.